صباح الخير يا سيادة الرئيس. صباح الخير على الحضور الكريم. أنا ميان السيد، فنانة مصرية. صباح الفل. أنا لميس إسلام، عندي 17 سنة، تانية ثانوي من بورسعيد، ممثلة مسرح وبلقي شعر ومصممة موشن جرافيكس. صباح الخير. أنا أحمد خالد، عندي 18 سنة، كلية آداب جامعة عين الشمس. بعتبر نفسي محظوظة جدا إني قدمت دور بنوتة اسمها خديجة. خديجة كان عندها اضطراب طفل توحد، ودي كانت أول مرة أعرف معلومات كتيرة عن طفل توحد. وبسبب الدور ده قربت أكتر من القادرون باختلاف، وعرفت إنهم جمال قوي وقلبهم أبيض زي الملايكة. النهارده بتشرف بتقديم عرض مبهر. النوع ده من الاستعراض لما شفته على الانترنت بيقدموه راقصين اجانب محترفين وحقق انتشار واسع، عمري ما تخيلت اني اشوفه في مصر. واللي بيقدموه قادرون باختلاف، لا وكمان عندهم تحديات مختلفه، تحدي اعاقات ذهنيه وسمعيه وحركيه. احنا شاطرين قوي، ومفيش حاجه تقدر تقف قدام ارادتنا. الاراده بتعمل المستحيل. صح يا لميس، زي ما هتشوفوا في الاستعراض دلوقتي، بالتدريب وبالعمل كل حاجة ممكنة. نشتغل وهنعمل المعجزات. أنا هطلب من السادة الحضور بعد ما تتفرجوا على العرض وحابين تحيوا أبطاله تعملوا كده، ولو عايزين تعبروا لهم عن حبكم اعملوا كده. دلوقتي مع استعراض قد الحياة، ودلوقتي مع استعراض قد الحياة. بحاول ما بغلبش تتعبني الدنيا، ما بتعبش والفرصة بتيجي باخدها وما بتكسبش. أنا بشطر وأنا بتهد وبعواقف وقت الجد، والخطة اللي باخدها تخليني أشد. أنا عايزة أقول لحضراتكم إن كل الموهوبين اللي شاركوا في التابلو الفني الرائع ده كلهم من أصحاب إما الإعاقة الحركية أو السمعية أو الذهنية، ولكن موهوبين قادرون باختلاف.
والآن